بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نحكي عن مقدمة إن شاء الله بالتطوير باستخدام HTML. شو يعني HTML؟ كيف بنية الجملة المكتوبة ب HTML؟ ونستخدم أيضا بعض الوسوم أو التاجز الأساسية بلغة تطوير الويب اللي هي HTML. بداية بدنا نعرف ملف ال HTML أو لغة ال HTML. كما هو موجود، لغة HTML هي اختصار ل Hyper Text Markup Language، أو لغة ترميز النص التشعبي، أو لغة ترميز النص الفائق، يعني اختصارا نحكي لها HTML. طبعا هي أو هذه اللغة تستخدم في إنشاء وتصميم صفحات ومواقع الويب. طبعا هذه اللغة من أقدم اللغات وأوسعها انتشارا في تصميم صفحات الويب، وفي منها عدة إصدارات وصولا للإصدار اللي احنا الآن بنستخدمه الـ HTML5. طبعا هيكل صفحة الـ HTML يعطي متصفح الإنترنت وصف. يعني أنا اللي بكتب اللي هو الـ HTML على أساس أوصف لمتصفح الإنترنت كيفية عرض محتويات الصفحة للمستخدم أو للمشاهد. بشكل بسيط، لغة الـ HTML بتعلم المتصفح انه النص هذا عبارة عن فقرة، النص هذا عبارة عن عنوان رئيسي، النص هذا عبارة عن جدول، هذه صورة بهذا الشكل. فبالتالي انا وانا بشتغل ما ببرمج، انا بأوصف محتويات الصفحة لمتصفح الانترنت حتى يقدر او يعني اوصل له انه كيف انا بدي اعرض هذه الصفحة للمستخدم النهائي. طبعا هي لغة تصميم وليست لغة برمجة، يعني انا من خلال الـ HTML بأصمم الصفحة لكن ما بأبرمج الصفحة. البرمجة بدي اروح انا للغات تانية. بالنسبة للغات التصميم، HTML بعدها ان شاء الله راح نتعرض للغة اللي هي لغة CSS. طبعا بشكل سريع الفرق بين HTML و CSS. في لغة الـ HTML أنا بعمل محتوى أو هيكل الصفحة، لكن في CSS باجي بنسق، بعمل مظهر الصفحة باستخدام لغة CSS. طبعا ملف الـ HTML أو الصفحة اللي أنا بكتبها بوصفها باستخدام لغة الـ HTML في النهاية هي عبارة عن ملف نصي بياخد الامتداد اللي هو HTML. هذا النص بيحتوي على هيكل الصفحة وبيوصف المحتوى، يمكن إنشاؤه باستخدام أي محرر نصوص. أي محرر نصوص يمكن من خلاله إنشاء ملف HTML، وبيستطيع المتصفح قراءة محتوى هذا الملف. طبعا احنا حنستخدم مع بعض برنامج Dreamweaver CC 2018 لنتعلم اللي هو إنشاء صفحات أو الملفات باستخدام لغة الـ HTML، لأنه برنامج Dreamweaver بيساعدني أنا كمبتدئ على الكتابة وعلى التذكر، بيكمل معايا بعض اللي هو الأكواد، بيعطيني الخيارات الألوان، بيصحح لي الأخطاء أو بيعلم لي الأخطاء، بيعطيني إشارة إنه هذا خطأ، إنه وبيعطيني إيش هو الخطأ على أساس أنا أقدر أرجع وأصحح الخطأ. لكن أي برنامج بيكتب نصوص بإمكاننا من خلاله ننشئ ملف HTML. لأن مكونات أو عناصر صفحة الـ HTML، طبعا صفحة الـ HTML بتتكون من مجموعة كبيرة من العناصر، كل عنصر بيوصف جزء من محتوى الصفحة اللي راح تنعرض للمستخدم اللي راح يطلب هذه الصفحة. الآن كل عنصر من عناصر HTML أو كل عنصر في الصفحة لازم أنا أستخدم أفضل عنصر من عناصر HTML على أساس أوصف هذا العنصر، أوصف هذا المحتوى. عشان أوصف هذا المحتوى لازم أستخدم شغلة بنسميها وسم أو تاج. فلغة الـ HTML بتتعامل مع الوسوم أو تاجز اختصارا. الوسم بيتكون من أربع عناصر أساسية زي ما هم بين عندنا. العنصر الأول اللي هو عادة بيكون اختصار لاسم أطول منه، مثلا اللي هو هذا العنصر element. مثلا لو أنا بدي أكتب فقرة راح أكتب بي، والبي اختصار لكلمة paragraph، فهذا بنسميه وسم بداية. وسم بداية هو عبارة عن اسم العنصر بحطه بين إشارتين، أكبر من وأصغر من.
طبعا هذا النص بيحتوي على وصف او الوصف لنوع العنصر، وصف للمحتوى اللي موجود بداخله، وهذا ما بينعرض على المتصفح. اللي بينعرض على المتصفح اللي الكونتنت، المحتوى اللي موجود هنا. عندنا عدد كبير جدا من التاجز الموجودة في لغة ال HTML. التاج الأساسي فيها HTML، تاج الهيد، تاج الإيمج، تاج تايتل، تاج بي، تاج اي. عدد كبير جدا من التاجز اللي احنا بعد هيك هنتعرف عليها ان شاء الله. فهي مثال لتاج بي اللي هو على إشارة اللي أكبر من أو إشارة أصغر من وإشارة أكبر من، وبينهم اللي هو العنصر ال HTML أو التاج ال HTML. الآن هنا في عندي attributes. attributes اللي هي سمات العنصر، سمات العنصر. طبعا أنا هذه عبارة عن قيم أو خصائص أنا بمررها للعنصر هذا. مثلا بعطي اللغة اللي أنا بدي أكتب فيها باستخدام الاتريبيوت اللي اسمها لانج، يعني لانجوج اختصارا للانجوج اللي هو انجلش يو اس. ممكن اعطي بشكل بسيط في ال HTML مش بشكل موسع، مثلا لون، عرض، ارتفاع للعنصر اللي موجود او اللي موجود داخل هذا التاج. سمات العنصر تضاف فقط في البداية ولا تضاف في النهاية. يعني أنا عندي وسم بداية ووسم نهاية، تمام؟ سمات العنصر فقط تضاف في البداية ولا تضاف في النهاية أو في وسم النهاية اللي موجود. وسم النهاية هو نفس وسم البداية لكن مسبوق بالسلاش، بهذا الرمز، مسبوق بهذا الرمز، وأيضا لا يتم عرضه على المتصفح. وهذا الكونتنت هو محتوى البداية والنهاية. طبعا بالنسبة للغة ال HTML مش لا تعتبر لغة كيس سنسيتيف، يعني حالة الأحرف كبيرة صغيرة كابيتال سمول ممكن ما تأثر كتير في كيفية العرض، لكن يفضل انه دائما احنا نكتب بالاحرف lower case اللي هي الاحرف الصغيره السمول لتر بنسميها. فهذا مثال على وسم النهايه ب. المحتوى هو جزء اساسي من العنصر، هو اللي راح ينعرض على الصفحه اللي موجوده عندنا. لازم انا لما اجي اكتب اي تاج بدي اغلق الاقرب فالاقرب. ايش يعني؟ يعني انا فتحت مثلا تاج بي وبعد او في داخله فتحت او فتحت نفترض تاج اي وفي داخله فتحت تاج بي، لازم اسكر تاج البي اللي فتحته في الاخر، بعدها اسكر تاج الاي، وهذا راح نشوفه بشكل عملي. خلينا نروح للبرنامج دريم ويفر. نقول بسم الله. طبعا هذا البرنامج او واجهة البرنامج تتكون من قائمة رئيسية، المنيو بار الموجودة في الاعلى، موجود بعض العناصر اللي على اليسار وبعض العناصر على اليمين. طبعا كل عنصر له استخدامه. هنا من هذا المكان ممكن نروح نغير آلية العرض او شكل عرض واجهة البرنامج. عندنا في عندنا ديفلوبر اللي هو المطورين، الأشخاص المطورين، لاحظوا بيعطيني كود بشكل كامل. وفي عندي ستاندرد للأشخاص المبتدئين ممكن يستخدموها أفضل من الديفلوبر بالنسبة لهم. طبعا لو كان أو صار عندي خلل في العرض، طفيت شغلة، تغيرت الأبعاد، أيا كان، ممكن أجي أظهر من قائمة ويندو أو أطلع على ستاندرد أحكي له ريسيت ستاندرد، فبالتالي بيعمل إعادة ضبط للواجهة اللي موجودة عندنا. ممكن أنا أجي أخصص الشاشة اللي موجودة بإضافة أو حذف العناصر الموجودة فيها، وبعدها أروح أعمل له سيف كرنت اللي أحفظ الإعدادات هذه تكون خاصة فيها، تمام؟ أحفظها، بتجيني هنا ديفلوبر ستاندرد وبتجيني الإعدادات الجديدة اللي أنا عملتها بالاسم الجديد. الآن في عندنا كمان شغلة اللي هو أنا بدي أعرض فقط الكود وأنا بشتغل، بدي أعمل سبليت. السبليت بيعطيني هنا زي متصفح بسيط من خلاله أنا بشوف إيش الشغل اللي بشتغله في الكود،
وهنا لايف، هنا بيفترض انه اشوف انا نتيجة الكود اللي انا كتبته زي ما بدي اشوفه على المتصفح، لكن انا بفضل انه دايما اروح افتح متصفح الانترنت واعرض عليه بشكل مباشر. ننشئ اول صفحة HTML، راح نعمل فايل نيو، وعندي عندي document type عدد كبير جدا من العناصر او من انواع العناصر والصفحات اللي ممكن انا انشئها. انا راح اخذ بشكل بسيط HTML، ممكن نكتب لها التايتل، وراح نشوف وين حيظهر معنا التايتل. first HTML page document type HTML. الان ما في عندنا CSS لنرفق معها، في الدروس القادمة ان شاء الله راح نعرف هذا الكلام. وراح نعمل create. طبعا هنا انا انشأت الصفحة لكن ما حفظتها، انشأت صفحة ما حفظتها. خلينا نشوف الكود. لاحظوا التايتل او العنوان اللي انا كتبته اجاني في وسم بداية ووسم نهاية، اسمه تايتل وداخله مكتوب my first page. الان خلينا نحفظ هذه الصفحة. HTML باسم HTML مثلا، ونروح نعرضها على المتصفح نشوف فقط اللي ظهر عندنا التايتل، هيو first HTML page هو التايتل اللي ظهر عندنا اللي انا كتبته في البداية، لكن الصفحة الان فاضية blank بيضة ما فيها اي محتوى، لانه فعليا انا ما كتبت اي محتوى في الصفحة. نشوف ايش بنية هذه الصفحة. لو لاحظنا هنا في عندي وسم بداية HTML، هذا بيعرف المتصفح انه انا عمال الان باكتب بلغة HTML، وكل العناصر الموجودة بالداخل يفترض تكون عناصر HTML المسموح فيها. طبعا وسم البداية HTML مجرد انا حطيت المؤشر عليه راح اعطاني وين وسم النهاية تبعه. لاحظوا الكلام اللي حكيناه، اول عنصر بافتحه هو اخر عنصر انا باسكره، اول عنصر في HTML بافتحه لازم يكون هو محتوي لكل العناصر الموجودة بداخله. فال HTML هذا عنصر اساسي لازم انا او لازم يكون موجود عندي في صفحة ال HTML كوسم بداية ووسم نهاية. بعد هيك حاشوف انه صفحة ال HTML مكونة من جزئين أساسيين، الجزء الأول اسمه هيد أو الهيدر رأس الصفحة، الجزء الثاني اللي هو جسم الصفحة البادي. ونلاحظ إنه رأس الصفحة مفتوح أو في تاج الهيد، وسم بداية لهيدر للهيد وسم نهاية، البادي بنفس الآلية بادي وسم بداية ووسم نهاية. طيب إيش الهيدر وإيش البادي؟ الهيد حكتب فيه أنا عناصر مهمة جدا مهمة جدا للصفحة اللي أنا بأشتغل فيها، لكن محتواها ما بيظهر على المتصفح أبدا. كل العناصر أنا بكتبها في الهيدر ما بتظهر على المتصفح، أنا بكتب العناصر بديها تظهر بدي أحطها دائما في البادي بين وسم البداية ووسم النهاية للبادي. إيش أنا بستفيد من العناصر اللي ما تظهر على الصفحة؟ راح نشوف في الدروس الجاي انه مثلا عنصر التايتل انا كتبته ما ظهر في جسم الصفحة، ظهر في اعلى الصفحة. ممكن انا هنا اكتب تنسيقات للصفحة اللي موجودة هنا فحيظهر اثرها، يعني انا بدي احط عناصر في البادي واروح انسقها في الهيدر بلون احمر مثلا، اللون حيظهر معاي لكن الكود مش حيظهر. فانا في الهيد ما بقدر اكتب محتوى للصفحة، محتوى الصفحة دائما بحطه في البادي. عشان هيك انا لازم مباشرة الان بشكل بسيط انزل للبادي واكتب المحتوى اللي بدي اياه. ابسط تاج دائما بنحكي عنه اللي هو اسمه تاج البي او الباراجراف، بي او اختصار للباراجراف، وهذا انا بستخدمه لما بدي اكتب نص اظهر نص على المتصفح. ننزل انتر. طبعا بدنا نحاول يكون شغلنا شوية مرتب، نكون فاهمين على اساس بعد هيك نفهم ايش اللي احنا كاتبينه. حنعمل نفتح وسم بداية
اللي هو علامة الأصغر من، نكتب فيها حرف البي. لاحظوا مجرد فتحت وسمي البداية برنامج دريم ويفر أعطاني تقريبا أغلب الـ HTML tags اللي متوفرة واللي هو بيشتغل عليها. راح نكتب بي باراجراف ونغلق هذا الوسم بالعلامة الثانية. لاحظوا مجرد ما أغلقت الوسم راح أعطاني لحاله وسم النهاية closing tag. كمان مرة، مجرد أنا كتبت بي وأغلقت وسم البداية راح لحاله مباشرة يكمل لي وسم النهاية. وهذا من ضمن الشغلات اللي بيساعدنا فيها اللي هو برنامج الدريم ويفر، لكن الواحد بده يكون منتبه حريص وين يحط المؤشر لما يبدأ يضيف العناصر. طبعا حكينا هذا عبارة عن وسم البداية وهذا وسم النهاية بهذا الشكل. بين وسم البداية ووسم النهاية راح أكتب العنصر اللي بده يظهر معاي على المتصفح. نروح نكتب مع بعض This is my first HTML page. بشكل بسيط لو أنا رحت عملت على split هنا راح ألاقي إنه ظهر معي النص This is my first page أو my first HTML page. ممكن أجي أحفظ save على أساس لو رحت على المتصفح عملنا تحديث نلاقي المحتوى اللي احنا كتبناه. بهذا الشكل أنا أظهرت أول عنصر وأبسط عنصر HTML على الصفحة اللي موجودة عندي. ما احنا كتبناه باللغة الإنجليزية عشان نبعد عن بعض المشاكل أو بعض الإشكاليات الصغيرة اللي ممكن تواجهنا وبدها حل قدام موضوع اللغة، فهذا إن شاء الله راح نعاود نتطرق له. طيب نتعرف الآن على إيش الأوسمة اللي أنا ممكن أستخدمها أو التاجز اللي ممكن أستخدمها. أول تاج وأبسطهم اللي حكينا عنه اللي هو تاج بي. طبعا هذا العنصر في أي مستند نصي أنا بفتحه دايما بستخدمه للإشارة لفقرة، إنه أنا بداخله بدي أكتب فقرة. طبعا في عندي يستخدم فاصل الأسطر اللاين بريك لإضافة سطر جديد داخل الفقرة. لاحظوا نيجي للخصائص أو مواصفات اللي هو تاج البي. تاج البي لو أنا كتبت فيه نص بهذا الشكل ضغط انتر وكتبت نص تاني بهذا الشكل نشوف النتيجة. لاحظوا انا حطيت انتر هنا ضغطت انتر، لكن في الصفحة لما عرض لي اياها ما حط لي انتر راح كمل لي اياها مباشرة. فال HTML او التاج البي في ال HTML ما بياخذ اللي هو الانتر، الانتر بياخذه كانه اللي هو سبيس او كانه نحكيها مسافة واحدة. كمان لو انا ضغطت هنا هاي مسافة 2 3 4 5 6 ايا كان عدد المسافات اللي ضغطها برضه بيفهمها كانها مسافة واحدة. فتاج البي غير منسق، نص ما بيتنسق تمام، او ما بقدر اضيف له انا الانتر واللي هو السبيس الكلام هذا. فبالتالي انا راح استخدم عنصر ثاني فارغ اسمه بي ار للاشاره لفاصل الاسطر. فانا عشان انزل سطر في هذا المكان بين كلمه بيج وكلمه ايم، بالتالي راح افتح بهذا الشكل بي ار. هذا عبارة عن عنصر فارغ، يسمى عنصر فارغ، ما له وسم بداية وسم نهاية، بنحط في اللي هو او ضمن النص اللي انا بكتبه تاج البي او اي تاج ثاني او ممكن خارجي خارج التاجز بحطه على اساس انزل سطر في المكان اللي انا بدي انزل فيه اسطر. طبعا ممكن احط اكثر من واحد بي ار بي ار، فبالتالي راح انزل سطر، فكل بي ار بيعطيني سطر جديد. في كمان عنصر مشابه اسمه اتش ار، وهذا عنصر فارغ بيعطيني خط افقي هوريزونتال رول، خط افقي
بين النص الأول والنص الثاني، لكن لاحظوا أنه لحتى الآن أنا موجود بين واسم البداية واسم النهاية لتاج أو للتاج اللي اسمه P. طيب نشوف، التاج او النوع الثاني من التاجز اللي هو الهيدنجز او الاتش او العناوين. طبعا هاي الهيدنجز انا بكتبها او بكتب العناوين باستخدامها، نكتب عنوان فوق بهذا الشكل، نفتح اتش. لاحظوا لما كتبت اتش اعطاني اتش من 1 لـ 6، ففي عندي 6 مستويات من الهيدنجز، 6 مستويات من الاتش، اتش 1 2 3 4 5 6. اتش 1 هو اكبر عنوان ممكن انا اكتبه، اتش 6 اصغر، فكل ما زاد الرقم عندي بيصغر الحجم. طبعا هذا المتصفح بيقرا انه هذا هو عنوان للفقره او للعنصر اللي موجود فيما بعده. نشوف نتيجته، اتش 1 HTML، نطلع على الصفحة، لاحظوا كتب لي HTML بخط كبير وبخط غامق بولد. طبعا هذا الكلام ممكن احنا بعد هيك نغير التنسيقات باستخدام CSS. نلاحظوا نختار ال H2 مثلا ونكتب نفس الكلمة HTML، ونلاحظ ملاحظات ثانية HTML، H3 H3 HTML بهذا الشكل. لما نوصل لعند H6 ونكتب فيها HTML، راح نلاحظ انه H6 عبارة عن نص صغير جدا غامق. طبعا هذا زي ما حكينا يستخدم للعناوين، انا بكتبه في عناوين الصفحة. لاحظوا انه لو انا كتبت هاي تاج B، نرفع البريك والاتش ار، عندي تاج بي، حكينا انه لو ضغطت انتر داخل تاج البي، تمام، ضغطت انتر داخل تاج البي ما بينزل سطر جديد، لازم استخدم البريك او الاتش ار. ولو انا حطيت اثنين بي ورا بعض، فبالتالي راح بعد ما يخلص البي الاول لحاله بشكل تلقائي راح ينزل او يعطيني يعمل انتر لحاله ينزل على السطر اللي بعده ويعطيني العنصر الجديد. نفس الفكره في الاتش، الاتش 1 اتش 1 HTML HTML، وننزل بينهم انتر، نشوف النتيجه نفس النتيجه انه ما بينزل سطر جديد الا اكتب له البي ار او احطها في تاج ثاني. يعني انا لو بدي اكتب اتش تي ام ال تحتها مثلا كلمه بيج، لاحظ انا عشان انه صار في عندي وسم مش مكمل، صار في عندي مشكله هنا، لازم انا اكمل على اساس ما يعطينيش اي مشكله. طيب هنا وسم البدايه مش مفتوح، مش عامل وسم بدايه، فاعطاني انه في عندي ايرور بالرقم السطر هذا، وكتب لي انا واقف بالماوس عليه تاج ماست بي بيرد، انه لازم يكون التاج مزاوج، انه له زوج او وسم بدايه. نو ستارتنج تاج، يعني في عندي الاتش 1 هيو كاتبه ما له ستارتنج تاج، فانا لازم اكتب له في البدايه ستارتنج تاج اتش 1. هيك صار انه لو حفظت راحت المشكله، فيش عندي مشكله. اتش تي ام ال فيرست كلاس، تمام بهذا الشكل. نشوف العنصر اللي بعده من العناصر الأساسية الخاصة بلغة ال HTML، نيجي نحكي عن اللي هو القوائم. القوائم اللي أنا ممكن أستخدمها أو احطها في صفحة HTML. طبعا القوائم لو اجى بدنا نفتح او نعمل على برنامج الوورد، في عندنا نوعين، في قوائم مرقمة
او الترقيم التلقائي بنسميه في الوورد، والترقيم او التنقيط التلقائي. الترقيم التلقائي عبارة عن قائمة التسلسل فيها مهم، يعني بكتب فيها 1 2 3 4. التنقيط التلقائي اللي هو عبارة عن رموز، دوائر، مربعات، صور على جنب النص، بيعطيني قائمة غير مرتبة، مش ضروري فيها الترتيب، فيش فيها ألف باجين، فيش فيها A B C. نأخذ مثال على قائمة مرتبة وقائمة غير مرتبة. القائمة المرتبة زي ما هو ظاهر معنا، بتأخذ العنصر اللي هو قائمة مرتبة اسمها ordered list. ordered list ordered list. فأنا العنصر عشان أعمل قائمة مرتبة بعمل O L، او التاج تبع الاوردرد ليست او ال، تمام. فنفتح تاج او ال ونعمل فيه قائمه مرتبه، او ال مجرد وسم بدايه وسم نهايه. الان الاو ال ما بكتب فيه العناصر مباشرة، في عندي داخل الـ OL اللي هو أو الـ Order List List Item العنصر. الآن أنا بدي أعمل قائمة، قائمة مرتبة بيظهر فيها 1 2 3 A B C، بالتالي قائمة مرتبة. OL هنا أنا أعطيته إنه كل الكلام اللي بداخل الوسم البداية ووسم النهاية للـ OL هو عبارة عن قائمة مرتبة، أظهر جنبها، جنب كل سطر فيها رقم أو حرف. طيب بداخل القائمة المرتبة راح يكون في عندي عناصر list item ال i، واكتب فيه القائمة تبعتي. خلينا نظهر المحتوى، لاحظوا مباشرة اعطاني رقم 1 مجرد ما كتبت له ال i، لكن بدون ال i ما فيش عندي رقم 1. طيب list item الاولى ممكن انا اكتب له نعمل قائمة أسماء الجامعات اللي موجودة في قطاع غزة مثلا، IU غزة. لاحظوا هنا مباشرة حيعطينا رقم 1 IU غزة. الآن العنصر الثاني لازم أنزل كمان list item، أفتح له أقول له UCAS 3 LI، نحكي له مثلا أزهر. رقم 4 LI مثلا جامعة فلسطين UB. الآن اعمل لي قائمة مرتبة، قائمة مرتبة 1 2 3 4، يمكن تغيير الأرقام اللي موجودة على اليمين لأي أرقام تانية أو أشكال تانية، وحنتعرف عليها أيضا فيما بعد. طيب هذا كله لو أنا رحت عملت unordered list، قائمة غير مرتبة، ايش راح تفرق عن هذه القائمة؟ UL unordered list، واخذ كل العناصر نفسها اللي موجودة هنا list item واحطها في الـ UL ونشوف النتيجة. لاحظوا هنا اعطاني هذه قائمة مرتبة ordered list 1 2 3، وهي قائمة غير مرتبة unordered list، اعطاني اياها على شكل دوائر، على شكل دوائر. فهيك عرفنا ايش يعني قائمة مرتبة وايش يعني قائمة غير مرتبة. القائمة المرتبة ordered list OL داخلها عناصر list item لكل نقطة، كل عنصر بيظهر في سطر منفصل، والـ OL بنفس الآلية لكن بيعطيني أرقام أو تعداد رقمي، تمام. الآن لو أنا بدي أجي أعمل قائمة مرتبة نعملها أو متفرعة، يعني اليوكاس الكلية الجامعية بدنا نعطي فيها مثلا نشوف إيش فيها تخصصات أو فيها أقسام. الآن لو بدنا نيجي نعمل تفرعات من يوكاس مثلا، نكتب التخصصات أو الأقسام الموجودة في يوكاس، معناته أنا داخل هذه القائمة بدي أعمل قائمة فرعية، فراح أجي على نهاية اللي هو الـ LI العنصر تبع اليوكاس، إنتر، والآن نعمل تاب بس للترتيب، نرتب العنصر أكثر، نفتح بداخله UL مثلا جديدة. لاحظوا داخل الـ LI أنا فتحت UL ثانية، الـ UL هذه فيها برضو LI list item، نحكي IT department عنصر ثاني
ال اي نيرسينج، عنصر ثالث ال اي مثلا كمبيوتر اند نتوركس. طيب نحفظ، نروح على المتصفح نشوف النتيجة تحديث. لاحظوا انا عندي في اليوكاس عملت قائمة فرعية يو ال ان اوردرد ليست فيها ثلاث عناصر ليست ايتمز اللي موجودة هنا. الان الاي تي ديبارتمنت لو بدي انا افرع منه راح نفس الفكرة، اي تي ديبارتمنت انزل انتر تاب بداخله اعمل يو ال او او ال فيش مشكلة او ال داخل او ال هذه نعمل ال اي مثلا مالتي ميديا كمان ال اي نكتب فيه جي اي اس كمان ال اي موبايل ابلكيشن. بالتالي هنا احنا فرعنا من الاي تي كمان تفريع اللي هي مالتي ميديا والجي اس والموبايل ابلكيشن. بهذا الشكل انا بعمل التفرعات. في شغله لازم احنا نحكي عنها وبتنقلنا لعنوان حكينا عنه قبل هيك اللي هو موضوع الاتريبيوتس او صفات عناصر ال HTML. لاحظوا في وسم البدايه لو انا حطيت الماوس عملت سبيس راح يعطيني صفات كثيره ممكن انا احطها لعنصر ال HTML هذا اللي هو ال UL، وبتختلف هذه الصفات او هذه الاتريبيوتس من عنصر لعنصر ده. فنروح نشوف اول خاصيه احنا ممكن نستخدمها اتريبيوت اسمها تايب. هذه لغه اللي هو اتريبيوت خاصه بال HTML تايب مكتوب عند السيركل وديسك وسكوير. نشوف احنا النتيجه كان في عندنا في ال UL داخل ال UCAS سكوير كان في عندنا سيركل. نغير هاي تايب ناخذ تايب نقول له ديسك شوف ايش اختلف معي، اعطاني بدل الدائره اعطاني دائره مصمته وهذه اسمها ديسك. طيب ممكن نختار اللي هو نوع ثالث سكوير. وايش السكوير يعني؟ مربع. هي اعطاني اياها مربع. طيب نشوف للاو ال ايش في تايبز عنده موجوده. هاي الاو ال الاساسيه تايب A B C كابيتال يعطيني بدل 1 2 3 يعطيني A B C كابيتال بهذا الشكل. فبهذه الطريقة أنا بعطي تنسيقات بسيطة للقوائم المرتبة وغير المرتبة الـ OL و UL. نستكفي بهذا الدرس لعند القوائم المرتبة وغير المرتبة، وإن شاء الله بنستكمل في درس لاحق.